يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم السبت 12 فبراير شباط 2022. بالنسبه ليك النهارده يا سرطان، هتكتشف بعض الحقائق اللي كانت غايبه عنك من حواليك. اليوم هتبقى واضحه جدا ليك، واللي هتكون من الصعب النهارده انك تقبلها للاسف، بس هتضطر انك تقبل الحقيقه المره دي، وهتكون دي نعمة مقنعة جدا ليك في اليوم ده انك تستغلها وتحاول انك تتعايش مع الوضع ده. انت هتكون في حالة كويسة جدا بشكل متزايد ليك النهاردة، وكل اللي عليك انك تقوم بيه هو انك تتوقع العواقب اللي هتحصل بوراء الحقائق اللي اتكشفت قدامك دي. وهتنطفق النهارده طاقتك بشكل غريب جدا وملفت جدا ليك، بس خليك دايما متوقع ان دايما الحقائق اللي بتكون مدارية بيبقى ليها نتائج كبيرة جدا وعواقب كبيرة جدا لما تتكشف. بالنسبة لمزاجك اليوم، انت هتكون متروك جدا للعيون في مشاريعك في جميع المجالات، فخليك حذر جدا لان اشخاص كتير جدا بيكونوا مركزين في مشوارك المهني اليوم، فخليك حذر اكتر اليوم. بيبدو ان خياراتك هتكون صعبة جدا جدا، وهيكون متاح قدامك كم خيار انت بتفضله، فخليك حذر اكتر في اختيارك النهارده، وهتاخد وقت قبل ما انك تختار، وده السليم طبعا علشان يطلع اختيارك اللي انت حابب انك تنفذه فعلا. بالنسبة ليك عاطفيا، هتعطلك النهاردة مكالمة هاتفية او حتى بريد مش متوقعه النهاردة، وخططك كلها هتوقظ حاجتك للشغف في اليوم ده، وهتاخد وقتك في انك تفكر في كل حاجة قبل ما انك تاخد قرار فيها، ممكن يكون قرارك ده جذري للغاية فيها. بالنسبة ليك مهنيا اليوم، حان الوقت علشان تقدم الأسابيع القليلة اللي فاتت ليك، تقدمها اليوم بتركيز أكتر، وهتشوف الحاجات اللي كانت مدسوس عنك بشكل أوضح اليوم، وهتشوف كل التعقيدات اللي انت مريت بيها وإزاي تخططها، وهتستغل الأمور دي كلها من حواليك، وهتنجز النهاردة لمعارك كبيرة جدا مع كل زملائك في الشغل اللي بيكونوا بيتمنولك الشر النهاردة، هتعرف تواجههم النهاردة، فما تلومش حد، وخليك انت واثق من نفسك وواثق من ردات فعلك تجاه الآخرين. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى، مواليد 21 يونيو لواحد يوليو، الجو ده هيكون عائلي جدا النهاردة، وهيعطيك المناخ أكتر من اللي انت بتشوفه اليوم، وهيتجه نحو انك في قيم جديدة عائلية بالنسبة ليك، وهتكتشف المشاعر النهاردة، ومزاجك هيكون مش مستقر لكن مزاج رومانسي في كل الأحوال. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية، مواليد 2 يوليو ل 12 يوليو، انت هترسي اصولك النهاردة، وهتغازل ضوء القمر ليك، وهتستمتع بالوقت اللي بيمنحك ليه السماء النهاردة علشان تنفذ كل مشاريعك الرئيسية بين الحساسية وعذوبة الحياة اليوم. هتشعر انك في افضل حالاتك وفي مجالك الشخصي افضل من كل يوم. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة، مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، هتاخد العواطف مساحة كبيرة جدا النهاردة من حياتك، ومش هتعرف تسيطر عليها بالنسبة لبعض المزاجات اليوم اللي هتبقى حساسة جدا ليك، لكن لحسن الحظ النهاردة ممكن تاخد المبادرات مرة تانية، ممكن انك تنشر الإدارة الإحساس النهاردة، وممكن انك تنشر الرومانسية في بيئة أكتر إيجابية. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج السرطان، وهيلفت انتباهنا القوي لحياتنا الشخصية اليوم ومرفقاتنا اليوم ده والمنزل حتى وعيلتنا والأماكن والوجوه المألوفة عندنا. وأورانوس النهاردة هيوجه لينا أبواب لأفكار جديدة، وهيفتح القمر ثلاثي الأبعاد لكوكب المشتري النهاردة، هيكون جديد وهنتعامل مع أي من الحاجات دي بسهولة أكتر. القمر بيقاوم المريخ في الليلة دي، وهيكون في ردود فعل كبيرة جدا هتميل لأنها تكون دفاعية أكتر وتنافسية أكتر، ممكن أننا نكره أننا نتفاوض أو حتى نسوي النهاردة، ومع ده ممكن أن نرتفع في إنتاج الطاقة النهاردة، ولو تمكننا من أننا نركز أكتر في شغلنا هيكون في التآلف النهاردة كبير جدا، لكن الأحداث والأشخاص والظروف بتميل لأنها تخرجنا النهاردة من منطقة الراحة المحيطة بنا والخاصة بنا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.